اليوم حبيت نحكي على موضوع وحالة صارت درنيرمون لهنا في سوسة في مستشفى سهلول، حالة وفاة للمرحوم الهادي السعداني الله يرحمه. حالة وفاة بين ظفرين نقول مستربة، على خاطر العائلة متاعه إلى حد الآن ما يش فاهمة شنية أسباب الوفاة وشنو صار الولدهم بالضبط. سي سالم البركة فيكم ساعة بدل البركة فيك عايش وجعته ركبته مشى للسبيطار، انا عملوا له كلمة سمار معناها في ركب في ركب معناها في ساقه، فهمني؟ وقعد دون كنترول معناها شاك دو تروا موا، معناها كنترول تعرف اللي كنترول بتاع السبيطار، يا يعني موعد ترجع كنترول يشوف تصور يصوروا لباس برا يمشي يرجع عنده دواء يستعمل فيه. معناها دنيير موا معناها الخميس اللي فات، اليوم الخميس معناها صافي انسمان التالي انسمان جمعة التالي رجع كنترول، معناها ركبته ممكن عنده وش يعفي ركبته معناها حاجة عادية، فهمني؟ قالوا له راهم دخلوا معناها قالوا له مش نحيوا لك المسمار، معناها اللي يعمل دخلوا اوبيراسيون معناها على حسب توما قالوا لنا طب 12 اللي هما بنجوه معناها نص لوطاني معناها فايق اي خاطر نورمال اوبيراسيون في ركبته. هما اللي قالوا توا احنا شكون قال لنا؟ احنا ما خديناش توا الطبيب اللي عمل الاوبيراسيون ولا المبرمج اللي عمل للواحد ما شفناش وما حكيناش معاه، احنا لقيناه في الانعاش معناها في البلوك تبت الانعاش، قالوا لنا راهم قالوا عمل كريز. كان كريز انا من نهار الجمعه العشيه انا هو في البلوك، معناها صار لها الاوبيراسيون 10 وطلعوا للبلوك. سمعنا مشينا للبلوك، مشينا في بالنا شوفوا لقيناه في البلوك جهاز تنفسي بالزباريس وماشين، معناها حالة ما صدقهاش العقل. سمعنا اللي هو توفى لكن هو ما حبوش اني حتى للسبعة متاع الليل. انتوما اللي سمعتوا اي باه تخيل هما قالوا لكم سمعنا حتى للسبعة متاع الليل وحدي الفاميل كل روحت وكلموني اني في الصباح طليت عليه نفس الحالة، كلموني حكيت فير الاربعة ونص قالوا لي راهو توفى، شكون قال لكم؟ قالوا راهو توفى. نولي نرجع قلت لهم انا مش نمشي لسهلول مش نثبت بالضبط. مشيت نلقى اربع اسواز مسكرين الباب. فين ماشي؟ قلت لهم مش نشوف السيد السي الهادي سمعت الحكايه دي توفى، نحب نستفسر اذا كان توفى الاعتراض على حكم الله وقضى وقدر الانسان ما هذاك عمره هذاك عمره واسباب ما نعرفش، فهمني؟ ما خلاوني، قعدت نستنى براسك ساعه ونص. بعد ساعه ونص نشوف اللي اربع شرطه معناها سي في اللي يجوني هما كلموا الشرطه. عرفتهم شرطه من واحد نعرفه، فهمني؟ شكون يسال على الهادي السعداني؟ قلت له الحمد لله لباس. شدني الشرطه وحملني هيك قال لي يا اخوي البركه فيك. قلت له دخلت له. دخلني الشرطه ودخلني طبيب نتاع الانعاش الغالي. قال لي يا اخوي هاو اعمل الري توا. كي نخزر له اللي ماشين ما تنحاوش. الطرف الهوايه اللي نشوف فيها صفيكه جور التالي نفسها هي بيضه. قلت له كيفاش تقول لي اعمل الري توا؟ مين اللي عمل العمليه ما نعرفوش. المبرمج ما نعرفوش، الجروب اللي عملت الاوبيراسيون ما نعرفهاش، تبت النعاش يقولوا لنا خويا جابوه لنا هيك، احنا ما نعرفوا حتى شيء شنو اللي صار. قالوا لنا صار كريز. شنو هو كريز؟ ايه شنو هي اسباب الكريز؟ شنو هي اسباب الكريز؟ حتى واحد ما يجاوبك. شنو هو ذنب اربع صغار بنيه عمرها ستة شهور صغيره بالكل، الكبيره 8 سنين، المورد الوحيد هو البوك يجيب كعبه حلوه في يديه ويدخل لولاده، شنو هو ذنب ماذوكم؟ شنو هو ذنب كيفاش باش يعيشوا؟ اذا زعما الناس اللي عملت اذا كان خطا طبي زعما كيفاش باش يقابل ربي؟ زعما ذنبك الصغار هذوك كيفاش باش يقولوا؟ ما ذماش لهنا، تو تخرج لك نقابه من هيك وتدافع وما نعرفش شنو وكذا ويجيبوا لنا دي بروفيسورات وواحد وصحيح ما فماش. وزير الصحه فين؟ فين العالم؟ فين الدنيا؟ فين العباد؟ فين العباد اللي تخاف ربي؟ طبيب راك انت قريت يا طبيب يا دكتور يا محترم، انت راك قريت راك باش تعاون الناس. والله نحب نوصل للسلطات الكل، نحب نوصل صوتي للمجتمع المدني، نحب نوصل صوتي للنقابات، نحب نوصل صوتي من يبدا من رئيس الجمهوريه للرئيس الحكومه لوزير الصحه الكامل الوزارات الموجوده الحكام للناس اللي تحكم في تونس، الناس اللي تحكم في تونس اللي انتخبكم شعب، ناس شعب قاعد يموت، ناس قاعده تموت بالاخطاء، ناس قاعده ضايعه حامله صبر وضايعه لكن وصلت تموت وصل القتل. هذا ما نعرفش سامحوني بالكلمه قتل ممنهج موت مريبه، اني نحكي هيك ما قالولناش ما عطاولناش حتى انديس معناها كلمه. صار كريز شنو؟ فهمولي كيفاش صار الكريز؟ علاش؟ احنا عندنا ثقه في الاعلام وعندنا ثقه فيكم انتم. مرحبا يا سيدي. وانا مادام جيت عندنا ثقه فيكم انتم اللي باش توصلوا صوتنا باش تسمع الناس الكل، تسمع الناس شنو هو ذنبك العباد هذوكم، فمية كامله عائله كامله تحطمت عليه، الموت حق علينا
واسباب لا اعتراض على قضاء الله. اما فسر لي فسر لي، نحب نفهم، فسر لي كيفاش مات، شنو اللي صار؟ واضح يا سي سلمى.